حدد للعيبه عليها التمسك بيها. بعض اللعيبه مش محتاجه فرص، لا دول محتاجين وقت اطول في الملعب عشان يستعيدوا ذاكره التهديف، امثال عماد متعب. متعب النهارده في الدقيقه 63 اتغير. وجهه نظر حضرتك ايه في حين ان متعب طبعا تغييره او عدم تغييره دي رؤيه جهاز فني، لكن احنا بنتكلم كرؤيه للمباراه، لكن احنا بنقول ان متعب عايز وقت علشان يبتدي يستعيد ذاكره التهديف. حضرتك طبعا ككوتش قول لنا وجهه النظر. والله انا شايف يعني طبعا بالنسبه للمباراه فرص النادي الاهلي طبعا كان واضح انها اكتر، وسيد حمدي لوحده كهداف من الهدافين المميزين مضيع يعني اربع فرص صح، يعني فيهم بادلك في العارضه، كره بالراس جنب القائم، يعني في انفراد كان ممكن يعملوا تشيب وقال عليه الدكتور طه مظبوط. لكن بالنسبة لعماد متعب، أيوة. عماد متعب محتاج انه يقعد مع نفسه، ان عماد متعب من الهدافين الكبار قوي في مصر في يعني النادي الاهلي. يعني ايه يقعد مع نفسه؟ خلينا نتكلم بوضوح، لان مش ده عماد متعب اللي انا شخصيا اعرفه. يعني النهارده اداؤه مش تحركاته مش عاجباك اداؤه مش عاجباك؟ طبعا عماد متعب بعيد عن الفورمه اللي احنا عارفينها. طب ما هو عايز ماتشاتك عماد متعب في الصندوق هو انا في تصوري رقم واحد في مصر، ويمكن اذا ما كانش في افريقيا، والا البطولات اللي خدناها سواء كان النادي الاهلي خدها او بطولات افريقيا كان عماد متعب احد الركائز الاساسيه مظبوط بفوز مصر بالامم الافريقيه. فنجم كبير زي ده لابد ان هو يرجع مع نفسه ويشوف ايه هو اللي محتاجه عشان يرجع لفورمته، لان الفورمه دي ما كانتش موجوده في اليابان. لا. يعني في اهم احتفالية موجودة كلنا بنتفرج عليها كاس العالم في اليابان، عماد متعب ما كانش موجود في الفورمة. فأنا بقول انه عماد متعب لما يقعد مع نفسه هيقدر يتوصل لإيه اللي يرجعه للفورمة بتاعه، إذا كان في جانب نفسي يتعالج. يعني حضرتك مع تغييره النهاردة؟ طبعا هو مش مع تغييره يا استاذ محمد، هو الكوتش من حقه يغير ولو حتى بعد دقيقه. طبعا يعني احنا واحنا بنتفرج افضل واحد في تيم النادي الاهلي في الشوط الاول دومينيك، طبعا اتغير بعد يتم الشوط الثاني، لكن ده ممكن يكون جوه الكابتن حسام البدري قناعات تانية ورؤيه اخرى، وده حقه طبعا، ده حق المدير الفني طبعا، محدش يناقش فيها، يقدر يتصرف في الجيم زي ما هو عايز. مظبوط. الجانب الاخر انه الاداء كان اداء يعني طبعا متوسط. تدي له كام؟ الدكتور اداله 6 يعني هو طبعا ما يزيدش عن 6 يعني زي برضو ما قال الدكتور بالظبط كده. الجانب الاخر انه النادي الاهلي حاول ووصل واشتغل على الجنبين في الشوط الاول ولو ان اقل نسبيا في الشوط الثاني، ولكن احنا نقول ان النادي المحله غزل المحله قدر في الشوط الثاني انه يقرب المسافات في الناحيه الدفاعيه أكثر. في 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 النص الدفاعي الخطوط. وبعدين تجرأ في بعض الـ 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 الاحيان وبدا يعمل خط دفاع اول انه يوصل لوائل جمعه، لكن الجانب الهجومي في غزل المحله هي فرصه واحده خلال ال 90 دقيقه اللي احنا شفناها اللي كانت في الشوط الاول كانت في الشوط الاول، ولكن نادي غزل المحله هو الهدف الاساسي انه جاي النهارده زي ما انا تصورت بالظبط ان هو مش جاي عشان حتى يحقق التعادل، انما الخساره باقل نسبه من الاهداف. لكن انا اتمنى ان هو شغل الكابتن ابراهيم الجانب الهجومي يظهر يركز عليه مع الوقت ومع المباريات القادمه، لانه هو طبعا كان كل تركيزه مع فريق قوي، فريق كبير، فريق ليه بطولات واسمه. فاعتقد ان هو النهارده بالنسبه له يعتبر نجاح انه طلع بنتيجه اقل نسبيا في السكور. تمام. كابتن زكريا ناصف كلمتني بين الشوطين وكان ليك تعبير قلت فيه انا حاسس باللامبالاه في اداء المهاجمين في النادي الاهلي في الشوط الاول، واعتقد ان كابتن حسام بيتكلم في الموضوع ده دلوقتي في اوضه اللبس. في الشوط الثاني استمر هذا الاحساس ولا اتغير؟ والشق الثاني من السؤال محمد بركات، تواجد بركات مع هذه المجموعه في غياب السته اعتقد من الممكن في عوده بركات الشكل يختلف تماما، كنجم كبير صاحب خبرات ككابتن يبقى من كباتن النادي الاهلي، من وجهه نظرك الفنيه ايه؟ في النهارده الفرص الكتير في جزء منها في باد لك زي الكور اللي في العارضه او يعني بجوار القائم وفي كور محتاجه ان يبقى الجديه والتركيز نسبته تبقى اعلى من كده.
بالنسبة للنتيجة يمكن أنا كنت خايف جدا، ما بحبش 1-0 دي يعني نتيجة مقلقة، لأن كان ممكن في أي لحظة يحصل تعادل، خصوصا أن أنت الشوط الثاني جالك 3 أو 4 فرص ما قدرتش أن أنت تحقق هدف يطمن النادي الأهلي. في حاجتين كانوا واضحين قوي يعني مهم قوي، أن احنا لازم نتكلم على أن لما حسام بدأ بالتشكيل ده كنا نتوقع، ويمكن أنا قلتها، الهارموني ما كانش موجود قوي، وخصوصا في الجزء الهجومي، لان عبد الله وسيد ودومينيك وعماد متعب الوحيد اللي كان بيلعب باستمرار عبد الله وسيد، لكن التوزيع المراكز كان فيه كده لخبطه شويه، يعني تحس ان في حاجه مش واضحه كطريقه لعب وكمهام بالنسبه لكل لاعب. فانا اعتقد دي كان لها تاثير شويه، لان لكن حته اللامبالاه استمرت معاك وانت بتتفرج؟ لا، كان الشوط الثاني بدلك اكتر، بدلك يعني اكتر من الشوط يعني الاول، يعني كوره سيد حمدي في العارضه اللي بشماله ورامي ربيعه دي في العارضه، دي لامبالاه، يعني مش عايز اقول لامبالاه، يعني عدم تركيز. الهيد بتاع سيد حمدي دي المفروض ان دي جول، يعني اللي عملها له شكري، مش طب دي تسميها ايه؟ دي بدلك، لا دي ممكن كانت تخش في سقف الشبكه وتخش، انما الهيد بتاع سيد حمدي لا، دي قرار خده، تكنيك مش مظبوط، التايمنج بتاعه، لانه ما حسيتش ان هو سيد، هي دي بالظبط، دي جول، يعني دي 6 يارد جول لسيد حمدي، ما اعتقدش دي تقدر تقول عليها بادلك، ممكن بتركيز اكتر من كده تخش. اللي بادلك بتاعت رامي ربيعه اللي بالهيد العرضه اللي في العرض. وبالتالي حسام لو انت بتقول بيتكلم على لان حسام باصص للي جاي، يعني النهارده في درس، ان انا جبت جول في الدقيقه 12 مش معنى كده ان الجيم خلص، وان فرقه بلعبها وعارف ان امكانياتها اقل من امكانياتي فنيا، لان هم في ظروف اسوا من ظروفي، وبالتالي ضمنت الجيم. ده شعور غلط للاعبين، ان هم يحسوا ان هم تسيدوا المباراه، حتى لو انا بروح على الجول ومفيش اي هجمه على شريف اكرامي باستثناء كره او اتنين، ده منطق مش مظبوط، لان في الغايه ما الحكم هيصفر، ممكن كان في الدقيقه 90 تقريبا كان في فاول للمحله اتلعب في ال 18، كان ممكن تيجي جول بالهيد، يعني ما تضمنش كان ممكن كده. يعني ما ينفعش 1-0 والعب على 1-0 بطريقه الحقيقه، يعني كابتن طه بيتكلم على دومينيك نجم الشوط الاول، لو كان كمل الجيم كان ممكن يبقى نجم الماتش، لكن انا في رايي ان مان اوف ذا ماتش هو رامي ربيعه، لان رامي الحقيقه النهارده ادى في ناحيه اليمين اداء جيد جدا هجوميا، وما كانش فيه مشاكل من ناحيته دفاعيا، الى ان وصل ان هو كمان جوه ال 18، يعني رامي ربيعه النهارده بيفكرني بفاران كده في ماتش ريال مدريد وبرشلونه، لانه مواليد 93 برضه زي يعني مش بيفكرك بداني قلب، لا 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 فاران، لان فاران في اليوم ده كان مان اوف ذا ماتش لو تفتكر، دافع كويس قوي وجاب جول. النهارده رامي ربيعه دافع كويس وهاجم كويس قوي، وكان ممكن يجيب جول بالهيد اللي جابه، وكان ممكن يبقى جول اللي هي الهيد اللي في العارضه. فالحقيقه رامي، طب انت تدي الماتش كام يا كابتن زكريا؟ والله 6، انا شايف كتير، يعني 5، خليني مثلا ايه انزل نص كده، ولا 5.5 5.5 لا، ما انا ما طبعا، وفي عذر احنا متفقين عليه، سواء للاهلي بغياب بعض اللعيبه المؤثره، وانت يمكن اشرت لبركات، انا عايز اتكلم على بركات، يعني بركات في وسط هذه المجموعه اعتقد يعني ما يرجع، بركات مش هنقدر، يعني ما فيش خلاف على كلام عن امكانيات بركات في وجوده في اي وقت، حتى لو هو احتياطي وبينزل ربع ساعه له تاثير ايجابي ويفرق كتير، انما حسام غالي وسيد معوض طبعا يفرق كتير، وغيابهم عن اداء العام للنادي الاهلي، ولكن ما ننساش ان شكري ما بيلعبش بقاله كتير، اول ماتش رسمي لشكري، دومينيك ما بيلعبش من ساعه ماتش الترجي افتكر ما بيلعبش، شهاب ما بيلعبش، ورامي في ناحيه اليمين، وبالتالي ممكن ده يكون له تاثير شويه في الشوط الثاني في التغييرات اللي حصلت لحسام البدري، ان هو غير ونزل لعيبه، تريزيجيه برده بيلعب في يعني مش بانتظام، ولكن حسام عايز يدي اللعيبه دي
ان هم ياخدوا ويخشوا جوه الجيم. لكن من وجهه نظر كابتن زكريا ان يعني لا خلاف على موضوع بركات او مش هنتكلم على وقت لان بركات وجوده يبقى مؤثر جدا. هو انا مش عارف هو بركات عيان او مصاب، انا الحقيقه ما عنديش معلومه بس اتمنى ما يكونش يكون ان في سبب يخليه غير يغيب عن ال 18، ما يكونش حاجه ثانيه. لا هو هو اللي حصل لعب ماتش المقاولين الوادي وبعد كده جاله دور برد لا عايزينه يخف بسرعه وياخد فيتامينات بسرعه، بركات عايزينه والمباريات الجايه، لان برضو في غياب اللعيبه اللي هي اصحاب الخبرات بالظبط كده مهم بركات يكون موجود. يعني اذا بوتريكا خلاص راح اعاره، احمد فتحي يعني انا يمكن اعتبرت احمد فتحي هو نجم افريقيا يعني يمكن ابو تريكا خدها وواحد من النادي الاهلي، لكن انا في رايي ان احمد فتحي كان الاكثر ثباتا على مدار مشواره كله في ادائه حتى في بطوله